جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا بسبب تعبي ومرضي وبسبب الزحام الشديد اضطر زوجي أن يرمي عني جمرة العقبة الكبرى في أول أيام العيد، لأنني حاولت الدخول والرمي عن نفسي، ولكن بكثرة الزحام لم استطع الدخول عند مكان الرجم فرمى عني زوجي. أما باقي الرجم في اليوم الثاني والثالث فرميته بنفسي، فلا أعلم هل ما فعله زوجي عني من رميه لجمرة العقبة أول أيام العيد يجوز أم لا؟ وإن لم يصح ذلك فماذا علي أن أفعل ليصبح الرجم عني سليما؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع أنك وكلت الزوج لعجزك عن الرمي بسبب الزحام الشديد والخطر، فالتوكيل هنا صحيح والحمد لله، ويجزئ رمي زوجك عنك بالنيابة لوجود العذر الشرعي. نعم.